إلى كل مشاهدي الفضائية الآرامية في جميع أنحاء العالم. كما تعلمون أن الآرامية بدأت بمشروع التلمذة ب 12 لغة عالمية، من ضمن هذه اللغات اللغة الفيتنامية، التي بدأت الآرامية ببث حلقاتها عن طريق قناة التلمذة الخاصة باللغة الفيتنامية من خلال شجرة البث الآرامي، والتي يمكنك مشاهدتها عن طريق موقع الآرامية على الإنترنت abnsat.com والضغط على كلمة التلمذة disciple، أو يمكنك أيضا تحميل تطبيق قناة الآرامية abnsat عن طريق الأب ستور الخاص بجهازك ومشاهدة جميع قنوات ABN Digital 3 المتعددة وباللغات المختلفة. للمزيد من المعلومات بخصوص هذا الإعلان، رجاء الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة.